تردي هذه يا صح صح بعدين شوف يا عجبة، هذه منطقة تعتبر استراتيجية بالنسبة للاقتصاد والسياحة والعمران. شوف كيفش ما زالت بعد 20 أو 30 سنة من انطلاق الأشغال بها، شوف الأشغال ما زالت تراوح مكانها. إنسان باش يمر من منطقة لمنطقة اللي باه يدير نقولوا 10 كيلومترات يدير 30 كيلومتر، لانه ما فيش فيه طرق مسدوده. وهنا شوف الاشغال نتاع التهيئه راهي في قرن الزماره وهي ما زالها. وين راكم يا المسؤولين؟ هادو اللي مسؤولين تاع لا جيرفا هما المسؤولين تاع المنطقه هذه. شوف الاشغال، البنايات، الهوتيلات، الفنادق، مركز تجاري، امور تاع الخواص مبنيه، لكن الدوله ما تتواكبش التنميه المعماريه بالتريطوار. يعني وش عندها يعني الدوله؟ عندها دير تروطوار والتشجير والتهيئه الخارجيه. التهيئه الخارجيه 30 سنه وهي مرميه هكذاك بدون اشغالها، معطله. هذه هي العصابه، هذه هي العصابة. وراه الوجه المشرق اللي لازم يكون عليه الجزائر. حرام عليكم، حرام عليكم. هنا شوف يا عجبة، هنا شوف الـ 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 الأشغال نتاع الخواص، يديروا فنادق، يديروا منشآت ترفيهية، منشآت اجتماعية، كل شيء. لكن وين راه التهيئة؟ وين راه التهيئة؟ شوف التهيئة غايبة، التهيئة غائبة. وراكم يا مسؤولين، وراكم يا مسؤولين. مفروض منطقة كما هذه تكون الواجهة نتاع الجزائر، تكون تمثل الوجه المشرق نتاع الجزائر، المستقبل نتاع الجزائر. أين هو المستقبل نتاع الجزائر؟ كنشوف هذا شوف يعني الوضع الكارثي، وضع كارثي. شوف الطريق مغلوقة 20 سنة وهي هكذا، 20 سنة وهي هكذا. وضع كارثي، وضع كارثي. حرام عليكم يا مسؤولين، حرام عليكم. وش عندكم تخدموا هنايا؟ وش عندكم؟ عندكم زوج طرق تخدموهم، معطلين المشاريع هكذايا. حرام عليكم يا مسؤولين. وين راه التهيئة العمرانية؟ وين راه التهيئة هنايا؟ وين راه التهيئة؟ حرام عليكم. هذه منطقة تعتبر استراتيجية، أكبر يعني كما نقولوا احنا أغلى منطقة وأكبر منطقة وأجمل منطقة في الجزائر. شوف حالتها يعني. حرام عليكم يا مسؤولين. أين أنتم؟ وراي التهيئة، وراي التهيئة. علاش ما ديروش لا خاطرش تحوسوا تشيبا دوموندو من عند هادو اصحاب ارباب الشركات هادو والورشات هادو، غالقين عليهم، دايرين لهم مسمار جحا، دايرين عليهم مسمار جحا، ما تسقموا لهمش الطرقات.
علاش هذا الكوارث هذو؟ علاش؟ علاش يا مسؤولين؟ علاش المنطقة هذه كما هذه المفروض نكملها ونسقمها ونهني نسقم نخلي الناس تعيش حياتها؟ كانت من المفروض هذه المنطقة لو كانت يعني مهيئة 100% وفيها مركز تجاري وفيها فنادق وفيها تكون حياة دب هنا في هذه المنطقة، تكون تولي تصبح منطقة سياحية، ناس تجي تنحي على خاطرها، تجي تحوس، تجي تشوف، تجي تتصور، تجي يولي مركز، يولي مركز، مركز مدينة، يولي ان سونتر فيل هنايا. علاش هذا التعطيل هذا؟ حرام عليكم يا مسؤولين، سوف تحاسبون امام الله. واش هدايا؟ كان بلدان اخرى امور كما هذه فاتوا راحوا هربوا 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 عليكم يا بحالش يا تيارموند. الشعب ما راش تيارموند، توما تيارموند يا مسؤولين، توما تيارموند. تخلف راه في المسؤولين، الشعب يعرف خير منكم. تحقروا الشعب تقولوا بالك ما يعرفش، شو الغبار هذا؟ على ما ترفعوش الغبار على الطرقات؟ هاد لا بوسيير هادي ولات ان بروبليم دو سونتي بيبليك، هاد لا بوسيير هادي على ما ترفعوش الغبار على الطرقات؟ علاش ما تنقوش الجزائر؟ الجزائر تستغيث، تستغيث امام تحت الركام تاع الزبل والغبار. وانا نشوف الشاحنات تاع طحكوت هنايا، وليك البلاد داها، طحكوت هنايا حاط الكوامل تاعو من الكيران ولا من الكيران ولا لي سيميرومور، وليك من الكيران للسيميرومور، وليك واش عطالو، واش عطالو ماشي انت ويحيى، وليك عطالو التراب باطل، وليك التراب تاع الشعب، اللي كعطاه له كيران هنا مقاريه هنايا ولا كارت غريز راهي تمشي. ملي الكيران مقاريه هنا هنايا اخدموا البلاد يا مسؤولين، اخدموها. اللي يخدم يخدم واللي ما يخدمش يروح يروح، يروح للحبس يتحاسب. ماكاش سماح، ولاش سماح، ولاش سماح. اللي غلط يخلص، ولاش سماح. الله يا كريم، اكتفي بهذا. سمحوا لي على اياتي حال، راني زعفان اليوم، زعفت كي شفت الحاله كما هذيك. جم مريت من تمشت الحاله هذيك، والله اسمحوا لي. السلام عليكم.